السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف الأول من مدرسة مآثر الخاصة، معلمتكم منى الخوالدة. أهلا بكم في حصة جديدة من حصص الرياضيات. أحضر كتاب الرياضيات، كتاب التمارين، وكراسة أو دوسية أوراق عمل الرياضيات. في الوحدة الأولى من مادة الرياضيات يا أول تعرفنا على الأعداد من العدد 0 إلى العدد 20، من العدد 0 إلى العدد 20. الآن يا أول بدنا نتعرف على الجمع، بدنا نتعرف على الجمع. تقريبا يا أول إحنا مشينا في الجمع في الحصص السابقة، في الحصص يعني بالصف يا أول تعرفنا على الجمع، تعرفنا على اثنان واثنان يساوي واحد واثنان يساوي. الآن يا أول بدنا نأخذ تهيئة بسيطة عن الجمع، تهيئة بسيطة عن الجمع. الآن كم يوجد لدينا فراشة في هذا الشكل يا أول؟ واحد، اثنان، ثلاث، ثلاثة، ثلاث فراشات، واثنان، واحد، اثنان، واثنان كم يساوي؟ ثلاث واثنان كم يساوي؟ واحد، اثنان، ثلاث، أربعة، خمسة، إذن يساوي خمسة. الآن يا أول بدنا نتعرف على الإشارات اللي بدنا نستخدمها في هاي الوحدة. عندنا يا أول إشارة الجمع أو الزائد بهذا الشكل، إشارة الجمع أو الزائد تكتب بهذه الطريقة، بهذه الطريقة، زائد أو جمع. وهذه الإشارة يا أول هي إشارة اليساوي، هذه الإشارة يا أول هي إشارة اليساوي. إذن إشارة الجمع ومعناها و، يعني إذا بدنا نجمع مجموعتين مع بعض بدنا نستخدم إشارة الجمع زائد، بدنا نستخدم إشارة الجمع زائد. هذه الإشارة يا أول اسمها يساوي، اسمها يساوي، وهي اللي بتعطينا الناتج. الآن حكينا ثلاث واثنان يساوي خمسة. طيب الواها هي أول هي نفسها زائد، هي نفسها زائد، ثلاث زائد اثنان يساوي، ثلاث زائد اثنان كم يساوي يا أول؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، إذن يساوي خمسة. أحسنتم. الآن يا أول كم إجازة عنا في المجموعة الأولى؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. في المجموعة الأولى يوجد أربع إجاصات، ممتاز. زائد في المجموعة الثانية كم يوجد لدينا يا أول؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، أيضا أربعة. أحسنت. أربعة زائد أربعة كم يساوي؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. ثمانية، أحسنتم، رائع يا أول. الآن انظر إلى هذه النجوم، في المجموعة الأولى يوجد كم نجمة يا أول؟ نجمة واحدة، نجمة واحدة، إذن واحد. في المجموعة الثانية يا أول كم يوجد لدينا نجمة؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، ست نجمات. واحد زائد ستة كم يساوي؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، إذن سبع نجمات. أحسنتم. الآن في هذه المجموعة فراشات، كم فراشة في المجموعة الأولى؟ واحد، اثنان، اثنان زائد، ما هذه الإشارة؟ زائد. كم في المجموعة الثانية؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، اثنان زائد خمسة يساوي، اثنان زائد خمسة يساوي واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، إذن اثنان زائد خمسة يساوي سبعة. الآن يا أول ثمانية زائد سبعة، ثمانية زائد سبعة، بدنا نجمع ذهني يا أول، ركز معي.
العدد 8. مين الأكبر يا أول؟ مين العدد الأكبر؟ العدد 8 زائد 7. 1 2 3 4 5 6 7. 8 زائد 7. الآن بدي أحط 8 في عقلي وبدي أكمل عد. 8 9 10 11 12 13 14 15 15. الجواب. إذن 8 زائد 7 يساوي 15. أحسنتم. في المجموعة الثانية أول أو المسألة الثانية 16 زائد 2 16 زائد 2. 16 زائد 2 من العدد الأكبر؟ العدد 16. بدنا نحط 16 يا أول في عقلنا، والاثنان 1 2 أو على أصابع إيدك. 16 17 18. إذا يا أول بحط 16 في عقلي وبكمل عد. 16 17 18 18. 8 بالأول يا أول لأنها أحد، وثم العشرات. طيب هيك أنهينا يا أول تهيئة دوسية الرياضيات. الآن يا أول في كتاب تمارين الطالب، كتاب تمارين الطالب صفحة 14 الوحدة الثانية. الآن يا أول الجمع أستعد لدراسة الوحدة، أجد ناتج الجمع. يلا يا أول الآن المسألة الأولى 4 زائد 2. 4 زائد 2 من العدد الأكبر يا أول؟ 4 زائد 2. 1 2 أو باستخدام أصابع إيدي. 4 في عقلي بدي أكمل عد. 4 5 6. أحسنتم. إذن الجواب 6. الآن 5 زائد 3 من العدد الأكبر؟ العدد 5 زائد 3. 1 2 3 أو باستخدام أصابع إيدي. 5 الـ5 في عقلي بدي أكمل عد. 5 6 7 8. إذن الجواب يا أول هو العدد 8. أحسنت. الآن يا أول 6 زائد 3. 6 زائد 3 من العدد الأكبر يا أول؟ العدد 6 زائد 3. بدنا نكمل عد. 6 في عقلي. 6 7 8 9. الجواب يا أول 9. أحسنتم. 6 زائد 3 9. رائع. المسألة الرابعة يا أول 1 زائد 7. 1 زائد 7 من العدد الأكبر يا أول؟ 7 زائد 1. 7 زائد 1 8. ممتاز. الآن 1 زائد 8 من العدد الأكبر؟ العدد 8. بدي أحط 8 يا أول في عقلي والواحد على إيدي. 8 9 8 9. إذن الجواب 9. المسألة السادسة 4 زائد 4. 4 زائد 4 مين أكبر يا أول؟ الأربعة، والأربعة متساويات. إذن 4 زائد 4 1 2 3 4. 4 في عقلي بدي أكمل عد. 4 5 6 7 8. الجواب 8. 4 أعيد مرة ثانية أول في عقلي. 4 بدي أكمل عد على أصابع إيدي. 4 5 6 7 8. الجواب 8. 3 زائد 3 متساوياتي أول. الثلاث الأولى بدي أحطها بعقلي، في معي 3 3. بدي أكمل عد. 4 5 6. الجواب 6. أحسنت. الآن 3 زائد 4 من العدد الأكبر؟ العدد 4. بدي أكمل عد. 1 2 3. 4 زائد 3 4 في عقلي. 4 5
ستة، سبعة. الجواب سبعة. أكتب العدد المناسب في الفراغ. الآن أنا عندي يا أول ستة، بدي أكمل عد لحتى أوصل للعدد ثمانية. معي ستة، بدي أكمل عد ستة، سبعة، ثمانية. لكم خطوة احتجت يا أول؟ اثنان. أحسنتم. مرة أخرى، فراغ زائد اثنان يساوي خمسة. اثنان، معي اثنان، كم بدي أزيد على الاثنان لحتى تصير خمسة؟ اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. كم؟ واحدة يا أول. واحد، اثنان، ثلاث. إذن ثلاث زائد اثنان يساوي خمسة. أكتب جملة الجمع التي تمثل عدد القطط جميعا. بالمجموعة الأولى يا أول، واحد، اثنان، ثلاث، أربعة. أربع قطط، بدنا نكتب العدد أربعة. زائد بالمجموعة الثانية، كم يوجد لدينا قطة؟ واحد، اثنان. أربعة زائد اثنان، أربعة زائد اثنان كم يساوي؟ أربعة، خمسة، ستة. لهون نكون انهينا تمارين تهيئة وحدة الجمع. يعطيكم العافية.